بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو اليوم فيديو سريع جدا، حيكون عن سؤال سألني أحد المتابعين على الفيسبوك: كيف تقوم ب يعني وضع الكلمات المفتاحية المناسبة لليوتيوب الخاص فيك، لفيديو اليوتيوب الخاص فيك؟ اليوم حتكلم إن شاء الله تعالى عن كيفية وضع الكلمات المفتاحية لفيديو اليوتيوب حتى الفيديو تبعك يظهر بمواقع بمحركات البحث. طبعا الكلمات المفتاحية فيها طريقتين، حتحدث عنهم بشكل سريع الطريقتين اللي أنا بستخدمهم. الطريقة الأولى زي ما بنعرف، طبعا هذا الفيديو زي خليني بس أكد عليكم إنه بس يعني للناس المهتمة في اليوتيوب، سواء أفلييت، سواء قناة ألعاب، سواء قناة ترفيه، بغض النظر أنت بهمك إنه الكلمة المفتاحية للفيديو الخاص فيك. مثلا خليني أفتح الفيديو هذا، أعمل عليه إيديت فيديو، حتلاقي في هون في الأسفل في كلمات مفتاحية زي ما أنت شايف. كيف بجيب هاي الكلمات المفتاحية؟ أنا بإمكاني مثلا أكتب هون على اليوتيوب مثلا اعلانات فيسبوك وانسخ الكلمات هاي كلمه كلمه، مثلا كلمه هاي اعلانات فيسبوك، اعلانات فيسبوك مموله الى اخره. الطريقه الثانيه اللي انا بستخدمها بشكل كمان كبير، خليني بس استخدم مثال اخر، مثلا افلييت امازون. شايف انا بس احط افلييت، افلييت امازون، افلييت امازون، افلييت سوق دوت كوم، افلييت سوق كوم الى اخره. الطريقة الثانية اللي هو موقع، هذا الموقع ممتاز جدا، أنا من أول ما استخدمت قناتي وأنا بستخدم هذا الموقع الصراحة. زي ما احنا شايفين هون مثلا بالعربي ولا بالإنجليزي، هذا مميز. أنا كان زمان كنت أشتغل بس بالعربي، لكن الربح من الإنترنت، سوري، زي ما انت شايف اعطاني كلمات مفتاحية كبيرة كثيرة جدا هون. لو بدي استخدم في الانجليزي affiliate marketing، سوري بالنسبة للستيم شات، سوري جدا. خليني بس اطلع من ستيم لو سمحتوا. زي ما انت شايف affiliate marketing، عندي affiliate marketing for beginners، amazon affiliate marketing، كلمات مفتاحية. انت فقط تعمل copy وبتعمل paste زي ما احنا شايفين هون، وبتنزل كل الكلمات المفتاحية زي ما حضرتك شايف في المكان المخصص لها. بنعمل control، بنعمل cancel اقصد حتى ما يتعدى الفيديو الخاص فيه، وبهيك نكون احنا خلصنا الفيديو لليوم. فقط فيديو سريع، واعتذر منكم مرة ثانية على الستيم شات، وكل التوفيق لنا ولكم ان شاء الله، واي سؤال انا جاهز لاجابتكم عليه.